السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم المعلمة نور ليان في هذا الفيديو سنتحدث عن حرف السي حرف السي في إلى صوتين يعني يمكن أن نقرأ بطريقتين الصوت الأول سوفت ناعم اللي هو س والصوت الثاني هارد خشن اللي هو ك خلينا نشوف متى بيكون صوفت ومنقرأه س ومتى بيكون هارد ومنقرأه ك إذا جاء حرف السي قبل الأحرف I و E و Y بينقرأ س إذا كمان مرة إذا إجا حرف السي قبل الأحرف الثلاثة اللي هم I و E و Y رح يعطيني الصوت S. نشوف مثال كلمة فيس. حرف السي هون إجا قبل حرف ال E فأعطاني الصوت س مثال تاني كلمة بنسل. بنسل. حرف السي هون إجا قبل حرف الآي فأعطاني صوت س آخر مثال كلمة سايكل إجا حرف السي قبل حرف الواي فأعطاني الصوت س نشوف الحالة الثانية اللي هي الهارد أو اللي سميناه صوت الخشن اللي هو لما يجي حرف السي قبل باقي الأحرف باستثناء الإي e والآي والواي بهاي الحالة بنقرأ ك خلينا نشوف أمثلة في كلمة كات إجا حرف السي قبل حرف عادي يعني لا حرف آي ولا إي ولا واي فقرأنا ك وفي الكلمة الثانية اللي هي أكشن إجا حرف السي ولا حرف عادي فنقرأ ك وهلأ إجا دوركم حاولوا تقرأوا هاي الكلمات ولا تنسوا إنه حرف السي إذا إجا قبل الآي والإي e والواي رح ينقرأ س وقبل باقي الأحرف رح ينقرأ وبالنهاية بتمنى الفيديو يكون مفيد لكم